اختتمت الدورة التدريبية الأولى من مبادرة تدريب وتأهيل العمال ابدأ حياة، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية. تأتي المبادرة بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقا للمعايير الدولية وتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقا المعايير الدولية.